اروح لكابتن كريم. طبعا في البدايه الجمباز من الالعاب المهمه جدا في النادي الاهلي، عندنا صالتين، صاله في الجزيره فرع النادي الاهلي بالجزيره، وفرع اخر في اهلي مدينه نصر. يعني حضرتك طبعا مدرب عام لفريق الرجال، اللعبه بشكل عام بيتبذل فيها مجهود كبير جوه النادي الاهلي ورعايه كبيره جوه النادي الاهلي. شايف اللعبه ازاي؟ شايف ان احنا في تطور في اللعبه، ويعني سنه بعد سنه بيتم اضافه لاعبين وليفلات جديده في الجمباز، ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ هو الصعوبه في الجمباز ان التطور في الجمباز بياخد وقت. نعم. يعني في بعض المهارات، وعمر ياكد على كلامي، ممكن تاخد سنتين في تعليمها عشان تدخلها جوه الجمله اللي بلعب فيها البطوله. خبر ابيض، سنتين. ممكن بعض المهارات متدرجه في صعوبتها. نعم. من اول الرول فورورد، الدحرجه اللي الولد الصغير بيعملها، تخيل التطور دي بالصعوبات العاليه، صحيح. بالدورانات اللي اللعيب بيشوف لها. في بعض المرات عشان اتقانها، لانها معقده جدا، ممكن تاخد عشان تحط جمله وانزل بيها منافسه سنتين. فده يوري حضرتك ان عمليه بناء فريق بتاخد وقت. نعم. بناء لاعب بتاخد وقت. لاعب الجمباز بيبدا عنده 4 سنين، مسموح له صغير قوي. يلعب دولي وهو عنده 14 سنه، يمثل البلد في الفريق الرجال وعنده 18 سنه، يعني في 14 سنه اعداد. بتمررهم بس. 14 سنه اعداد عشان يمثل الدوله، يمثل يلعب دولي، يبقى الاتحاد الدولي يسمح له يشارك. يلعب دولي. 14 سنه يلعب دولي ناشئين، 18 سنه يلعب دولي رجال. طب على مستوى المحلي، الاتحاد الجمباز بيسمح للاعبين على مستوى الرجال يعني او الناشئين بدأ من 16 سنه 17 سنه، يعني بتبقى 12 سنه بتعد 12 في سنه اللعب عشان اعداد، يشارك محلي. يشارك في مرحله الدرجه الاولى. لا انا بتكلم على الناشئين لا، مثلا. الناشئين بنبدأ من 7 سنين 8 سنين 9 سنين، بس نعم. بتبقى بمهارات مخففة أساسيات لبناء اللعيب لتطور المستوى. موضوع صعب جدا. موضوع صعب جدا ومعقد جدا، بس طبعا احنا لا فوتنا ان احنا زي ما حضرتك ذكرت، يعني ده بيحتاج إمكانيات، نعم. وطبعا الإمكانيات بتاعتنا إمكانيات مكلفة جدا. فطبعا لم يبخل علينا مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب بتوفير الامكانيات دي من اعلى الماركات العالميه اللي معتمده من الاتحاد الدولي للجمباز. فعلا. طبعا. وفي الصالتين يا دكتور. في الصالتين نفس الامكانيات بنفس الخامات، جايين من شركه عالميه معتمده، الاتحاد كان الدولي. بيتلعب عليها بطوله العالم. كان بيتلعب عليها بطوله العالم، موجوده في الصاله دي وفي الصاله دي، لم يبخل علينا بشيء. وده يعني انا لو ما عنديش امكانيات مش هعرف اعمل لعيب. طبيعي. ودي كانت احد الخطوات اللي ساعدتنا. لما رجعت النادي الاهلي، انا في فتره مسكت المنتخب، كنت بدرب عمر هناك في المنتخب لغايه 2020. لما رجعت تاني النادي الاهلي، دي احد الخطوات الكبيره جدا اللي ساعدتنا لنعيد بناء فريق الدرجه الاولى من اول وجديد. الفريق السابق اللي كان من 2011 2015 بيكسب اول، حاجه طبعا عارف الدنيا اللي اعتزل والبطل طبعا، والشغل والضغوط طبعا، عشان اعيد ابني فريق قعد فيه 3 سنين. نعم. الحمد لله السنه اللي فاتت، وشرفنا ان عمر كان معانا وجالنا. يعني حضرتك لما بدات التفاوض مع عمر السنه اللي فاتت، حضرتك كنت في الاهلي ولا كنت في الاهلي؟ في الاهلي. في الاهلي. وحضرتك اللي كنت المفاوضات دي انت دكتور محمد فؤاد كان طبعا. دكتور محمد فؤاد بيقدم، دكتور محمد فؤاد طبعا. وقعدت النادي الاهلي ما بينساش الرواد بتوعه طبعا. كان ساعتها كابتن رؤوف عبد القادر، وحاليا كابتن خالد العوض المحترم، وبيساعدنا مساعدات كبيره. ساعتها كان موجود كابتن رؤوف عبد القادر، كان المتصدر المشهد دكتور محمد وكابتن رؤوف عبد القادر. وطبعا في حوار بيني وبين عمر عن المزايا اللي موجوده في النادي الاهلي. ما شاء الله. وكلمه حضرتك اللي قلتها زمان، في كلمه حضرتك قلتها، الاهلي بيشتري ولاده. لما اتصبت في ماتش ليبيا والنادي الاهلي اصر يسجلك. انت عارف القصه دي صحيح؟ طبعا. صحيح. اصر يسجلك، ورغم ان كان في كسر في ايدك 2009 وما تخلاش عنك. الاهلي بيشتري ولاده، دي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها. رغم يعني ان انا كنت ساعتها مضيت ما لعبتش مباراه واحده، ولسه العقود اصلا ما توثقتش في الاتحاد. بالظبط. كان ممكن النادي الاهلي يفسخ العقود. يفسخ العقود، النادي الاهلي ما بيعملش كده، ودي من مزايا النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشتري ولاده وبيشتري لاولاده. وبيشتري اللي بيشتريه. وبيشتري اللي بيشتريه. صحيح. فاحنا احنا شارين النادي الاهلي، والنادي الاهلي شارينا. النادي الاهلي بقى لنا مكان جديد من خلاله بنحاول نبني اجيال جديده. الموضوع بياخد وقت. يعني احنا الموضوع ما بياخدش اقل من 3 4 سنين عشان تبدا تبان ملامح للفرق الجديده. احنا الحمد لله في الدرجه الاولى كسب اول، نسعى ان احنا نستمر ان شاء الله. نستمر. النادي الاهلي عمل معانا السنه دي حاجه جميله جدا. جاب لنا 2 خبراء في قطاع الرجال وقطاع السيدات من اوكرانيا تقريبا. من اوكرانيا. أوكرانيا. من اعلى المستويات، لم يبخل علينا بشيء. احنا عايزين خبراء. الموضوع ما خدش شهرين. الموضوع ما خدش شهرين. مين اللي جه؟ بطل اولمبي سابق، رئيس الاتحاد الاوكراني. الله. الراجل ده حصل هو كلاعب على 3 ميداليات اولمبيه. يا
يعني اسم كبير. 6 ميداليات في بطولة أوروبا، كان رئيس الاتحاد الأوكراني. اختار إن هو يريح شوية وسافر يشتغل في أوروبا. لا أنا أعرفه من زمان عن طريق الكلام، عندي استعداد أجي تجربة جديدة لمصر. جه والراجل ممتاز. شغال بكل قوته. طبعا جه للأسف في بداية موسم البطولات، فمعدل التغيير في الشغل مش هيبقى كبير. بس مع اللونج مع تيرم اللونج هيشتغل. تيرم هو حاطط لونج تيرم استراتيجي ان شاء الله هتطبق بشكل كويس. ودي حاجه برضو زي ما بنقول، النادي الاهلي بيشتري ولاده وبيشتري لاولاده. النادي الاهلي اشترى لاولاده خبره كويسه. الله ينور عليك يا دكتور.